تعددت الابتكارات في الآونة الأخيرة، والتي عدت حديثة ونوعية من مختلف الجامعات والمدارس وحتى لأصحاب المهن. وتقديراً لجهودهم المبذولة، تم تكريم المبدعين والمبتكرين، وعلى رأسهم عميد المبتكرين اليمنيين الدكتور محمد العفيفي، والذي قام بدوره بتكريمهم. المبدعين الجداد أبدوا عملاً جيداً وعقلانية متميزة وأكثر إبداعاً بدوا. الجهود المبذولة جهود كويسة، وتعتمد على روحية الناس اللي بيتعاونوا معنا. أول روبوت بشري محليا صنع في اليمن، مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجوه، بإمكانه التعرف على الأشخاص من خلال أخذ صورة للشخص والاسم والمعلومات الخاصة به، ويتم مجددا معرفة من هو الشخص بدقة تصل إلى 99%. زود أيضا بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصوت وتحويله إلى نصوص. بعد تحويله إلى نصوص يتم تحليل النصوص ومعرفة المغزى من السؤال. بعد تحليل المغزى من السؤال يتم عملية معالجة اللغات الطبيعية لتوليد الردود المناسبة حسب الطلب. فممكن على سبيل المثال استخدامه في خدمة العملاء للإجابة على الشكاوي المتكررة للعملاء في شركة معينة. 40 مبتكراً تم تكريمهم في هذا الاحتفاء الصناعي البهيج، الذي تعددت فيه الابتكارات بين الزراعية والعلمية والصناعية والحركية، ما لاقى إقبالاً كبيراً من الناس لرؤية هذه الابتكارات والوظائف التي تقوم بها، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية للحركة الصناعية في بلادنا. مشروعنا هو برنامج تنمية رأس المال البشري التكنولوجي الزراعي، على أساس نبدأ نغير المنظومة الزراعية من منظومة تقليدية إلى منظومة تكنولوجية، بحيث نبدأ ندخل التكنولوجيا في الزراعة اللي هي الروبوتات، أجهزة الاستشعار عن البعد، الطائرات بدون طيار، ندخلها في القطاع الزراعي علشان نبدأ نقلل التكاليف ونزيد الإنتاجية ونحسن جودة المنتجات المحلية. قمنا بعمل مشروع الراصد اليمني، يعني مطورين عليه من حق السعودية ورابطين عليه نظام وتطبيق، بحيث من كل الاتجاهات المخالفات توصل نصية وتوصل إلى التطبيق مع صورة إثباتية، كل ممتلكات الشخص أو السائق تكون موجودة في التطبيق، من حيث السيارات المكتوبة والرخصة ومن حيث كل ما يلزمه في المرور. في المعرض أظهرت ناس وشباب كويسين وشابات متميزات أظهرين الإبداع، وصدت قناة السعيدة اللي بدأت بالإبداع والعقول يمانية. الآن الإبداع اليمن دار إنه الحراك اللي قامت به أعطت مجال للإبداع والمبدعين. كما شملت الابتكارات العديد من الأنظمة الحديثة والمتطورة والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تنبئ عن فكر شبابي واعد يتمنى أن تلقى ابتكاراته صدى لدى الجهات المعنية لتطبيقها ونشرها على أوسع نطاق في المجتمع.